أكدت سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في الرياض بأن الحدود البرية الكويتية مغلقة التزاما بقرار مجلس الوزراء والصادر قبل يومين. وناشدت السفارة كافة المواطنين الكويتيين الموجودين في المملكة عدم تحمل مشقة السفر إلى الحدود بسبب إغلاق المنافذ والانتظار حتى تسمح السلطات المعنية، ودعت إلى التواصل معها على هواتف الطوارئ التالية في حال الحاجة إلى أي مساعدة. طوارئ السفارة في الرياض 00966500552256، وطوارئ القنصلية بجدة 00966535571133.